Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The cousin of Fir'aun was a mu'min, a believer. Tradition suggests to us his name was either Hizbil or Hizqil. When he feared the tyranny of the Pharaoh, he read this dua for safety and protection. Imam al-Sadiq alayhi salam says, read this dua so that you are protected from the plots of the people against you. Surah Ghafir, verse 44. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Allah says afterwards, فوقاه الله سيئات ما مكروا. Allah protected him from the evil plots against him. One should also read this dua, which is found in مفاتيح الجنان, in the duas after صلاة الفجر, for safety and protection. بسم الله وصلى الله على محمد وآله. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله لا ما شاء الناس ما شاء الله وإن كره الناس حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الله رب العالمين حسبي من هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي من كان مذ كنت لم يزل حسبي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.